أنا شبل سامي شبل المهروس، جامعة المنوفية، خريج 2023 إن شاء الله. من خلال السوشيال ميديا التاسكات كانت كويسة، بس كانت ممكن تكون الكمية أكبر، ومحتاجة اهتمام من البداية وعدم تضييع وقت أو كده. بس هي من تقييمي أنا تاسكات كويسة، فيها نسبة تراكات تقدر تفيدني بعد كده في المستقبل إن شاء الله. منظومة احترافية جدا، وساعدتني إن أنا أطور من نفسي في التاسكات بعد كده، واخد بالي في حتى في شغلي مع الدكاترة في الكلية إن أنا أقدر أبعت جي بي بطريقة احترافية وعمل سايمنت. لا شغل كويس بصراحة، مفيدة جدا، ويمكن دي أكتر حاجة ساعدتني في إن أنا أقدر أشتغل في المشروع بعد ما ضيعت جزء من خلال التدريب بسبب ظروف كده، فدي حاجة كويسة جدا. لا دي أهم حاجة، فيديوهات التلخيص هي اللي ساعدتني كتير إن أنا أقدر ألم نفسي في خلال المدة الصغيرة دي وأعمل جزء كبير في المشروع، ويمكن هي مرجع ليا في أي وقت إن أنا أقدر أشتغل في أي مشروع بعد كده، وانظم وقتي واشتغل. حاجه كويسه جدا بصراحه. مرحله المشروع هي يمكن مرحله مضغوطه شويه، بس بصراحه حاجه كويسه جدا، وكمل المعلومات اللي استفدت بيها، رغم ان انا يعني حصل لي كام دروب كده، بس حاجه كويسه جدا. مدربين الراوند الجايه ان هم يفضوا وقتهم من قبل ما يبداوا الراوند، ويستعدوا كويس ان هم داخلين على كام معلومات كبير، فيأهلوا نفسهم ويأهلوا اللاب ويأهلوا وقتهم في ان هم يستفادوا بده اول باول، واتمنى ما يكرروش غلط يعني في يضيعوا وقت او كده.